مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم. مشاهدينا، في كل عام بتحرص العديد من مؤسسات المجتمع المدني على تكريم بعض الأمهات المثاليات في ذكرى الاحتفال بعيد الأم من كل عام 21 مارس. الحقيقة بتهتم هذه المؤسسات بتكريم الأمهات اللي ليهم قصص معاناة في تربية الأبناء أو ظروف اجتماعية خاصة بهذه الأسر. الحقيقة النهاردة بنتعرض لجهود مؤسسات المجتمع المدني تكريم الأمهات المصريات المثاليات والأسس اللي بيتم بناء عليها اختيار الأم المثالية، وحنعرض لحضراتكم نموذج لأم مثالية تم اختيارها لعام 2016. اسمحوا لي أرحب في هذه الوقفة الحوارية بالسيدة أحمد علام، مسؤولة الأسرة بإحدى مؤسسات المجتمع المدني. برحب بحضرتك أستاذة السيدة بكي. وأيضا الأستاذة نعمات مبارك عبدو من الأمهات المثاليات لعام 2016، برحب بيكي. أهلا بك. بداية اسمحوا لي أبدأ بحضرتك الأستاذة السيدة، تقولي لي الأول اهتمام المؤسسة اللي حضرتك بتعملي فيها بتكريم الأمهات المثاليات، هل ده تقليد بتتبعه المؤسسة كل سنة ولا ده تقليد بدأته هذا العام؟ لا، احنا بنتبع الاسلوب دوت كل سنه، بنعمله سواء على مستوى الفروع كلها، احنا 17 فرع على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انا مسؤوله الاسر في فرع البساتين. بنختار من كل فرع 2 امهات ونعمل لهم حفله مجمعه للامهات كلها، تبقى في المركز الثقافي الروسي دوت، حاجه خاصه بالجمعيه. وكل مناره على حده، احنا اسمينا الفروع مناره. انت بتنيري للطفل اليتيم والام المعيله ليه، بتساعديها ان هي تكمل حياتها، فبنسميه الفرع مناره. عندنا مناره البساتين، مناره دار السلام، منارة المعادي، حسب المنارة أو الفرع. فاحنا بنعمل لها حفلة في المنارة غير الحفلة الرئيسية بتاعت الجمعية. يعني في الجمعية بنعمل لها حفلة اللي هي من كل فرع بناخد 2 أمهات، والسنة دي هكون في مركز ثقافي روسي بكرة إن شاء الله. وأنا بكل فرع بيعمل حفلة لعيد الأم، بيكرم الأم مع الأبناء في المنارة بتاعته أو فرع بتاعته. طيب تقولي لي يا أستاذة سيدة، يعني على أي أساس بيتم اختيار كل الأم اللي بيتم تكريمها كأم مثالية؟ أهم حاجة يبقى عندها قصة نجاح، وتبقى هي أولادها نموذج يحتذى بيه للمنارة أو الفرع كله أو المنطقة. إن تكون الأم عملت تعديل لأولادها سلوكيا وتربويا وتعليميا، إن هي تكون عندها استعداد إن أولادها دول يبقوا نموذج مشرف للمنارات كلها أو للأسر المصرية فعلا. عدد الأمهات المثاليات اللي في الجمعية بيتم تكريمهم كأمهات مثالية؟ على مستوى الجمعية أو الإدارة بشكل عام، كل فرع 2 عشان بس الأعداد. 34؟ أو 34 على مستوى الفروع اللي هم 17 فرع. اما في المناره بنكرم كل الامهات بتاعت الفرع كله. كل الامهات بتاعت الفرع، كل فرع بيبقى ليه حفله خاصه بيه لوحده. مش بتقولي بيتم اختيار 2 في كل فرع؟ احنا عندنا الجمعيه كشكل كامل 17 فرع. بنختار من كل فرع 2 امهات مثاليات بس، 2 بس. فبنكرمهم بشكل مجمع. لكن الحفله بقى بيكون فيها كل الامهات. عشان انت بقيه الامهات هتقول لك طب انت خدتي الاثنين امهات دول، طب واحنا فين؟ فاحنا بنكرم كله بشكل خاص وبشكل عام على مستوى الجمعيه بتاعتنا. طب اسمحي لي ابتدي مع السيده نعمات مبارك عبده. مين بقى السيده نعمات مبارك عبده، وايه تجربتك، وازاي تواصلتي مع الجمعيه، وقصه كفاحك ايه؟ اكتفاحي انا كان معايا 3 عيال في المدارس، والسيده اتصلت بيا قالت لي يعني عشان ظروفي، فاتصلت بيا وقالت لي يعني اخترناكي كده عشان امي يعني. فانا بقى لي يجي داخله على سنه. طب تحكي لي بقى قصتك ايه، يعني ليه هم اختاروكي انت بالذات تحديدا كده عشان تبقي ام مثاليه؟ عملتي ايه اللي شايفاه قصة كفاحها ايه؟ كنت شغالة عاملة في شركة، ويعني شغالة عاملة في شركة، ويعني وبعلم ولادي. الزوج فين؟ الزوج تعبان. تعبان. يعني انت ينطبق عليكي انك ام معيلة بتعيل الاسرة. طيب بقالك قد ايه بتعيل الاسرة؟ بقالي دي 3 4 سنين. 4 سنين. عندك اولاد 3؟ مراحل السن قد ايه؟ عندي تانية اعدادي وستة ابتدائي، وعندي تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. طب قولي لي اهتمامك ان ولادك تعلميهم، يعني ليه ما قلتيش ان هم ممكن يخرجوا او يشتغلوا او مش لازم ان هم يكملوا؟ عشان يعني راعيهم واخليهم يبقوا احسن حال. احسن حال، احسن حال في يعني ياخدوا كل واحد شهادة ان شاء الله. طيب يمكن قصة
إن سيدة بتشتغل عاملة في مصنع أو في شركة أو في أي مكان، وإن عندها أولاد وبتعيلهم، يمكن دي قصة متكررة. إيه المختلف في القصة بتاعتك اللي يميزك عن أي واحدة ست تانية؟ يمكن كل الأمهات المصريات نقدر نقول عليها إنها بتشتغل، أو كتير منهم يعني بيشتغل، وممكن تكون بتساهم في إعالة الأسرة فعلا، حتى لو الأسرة حالتها ميسورة برضو بتساهم في مصروف البيت أو في تعليم الولاد. ايه المختلف بالنسبه لك انت يا ست نعمة؟ المختلف ان عندنا في نشاط في المناره، نشاط صراحه حلو. يعني انا ما كنتش بعرف اقرا واكتب، اما رحت هناك في محي اميه، وفي يعني دكاتره بتجيلنا، وفي رحلات، وفي كل حاجه صراحه مستريحين فيها. الحمد لله. الحمد لله. طب ممكن اردت على سؤال حضرتك، الشكل المميز عندها ان هي بتراعي اولادها، بتحسسهم انها كانها مش بره، يعني وقت شغلها او عملها بتحسسهم ان هي ما كانتش بره البيت، بتعمل اكلها، بتراعيهم، بتسالهم في المدرسه عملتوا ايه، في المناره عملتوا ايه، بنوتتها بيبقى ليهم راي، يعني بنوتتها اللي هي في ثانيه ابتدائي دي تقول لها انت عايزه ايه، طيب تقول لها عايزه كذا، تقول لها ده صح وده غلط، طب يسمح ايه، ايه مسموح وايه مش مسموح. يعني من الامهات اللي بتتفاهم مع اولادها للوصول لحل، او بتديهم حريه ان انت اعمل او خد القرار، بس بشرط ان انت خلي بالك من 1 2 3 4، وبتناقشهم، يعني مش زي ام خلاص انا اشتغلت وتعبانه وسوتيال على اولادها، لا اولادها يعني حاسين بالمسؤوليه. اولادها يعني ماما فين، تقول لي ماما في الشغل، طب هتيجي امتى، تقول لي جايه وهتجيب لي حاجات حلوه يا جايه، طب مامتها تقول لها معيش فلوس، تقول لها خلاص يا ماما. يعني علمتهم الاحترام، علمتهم ما ياخدوش حاجه من حد الا ما استاذنوها، علمتهم ان انت اهم حاجه تعليمك ومستقبلك، ما بتنزلهمش شغل في الاجازه او كده، تقول لهم اقعد ذاكر، اقعد اهتم بدراستك، خليك احسن مني انا، عايزاكوا تبقوا حاجه كويسه. يعني واولادها محترمين جدا ومؤدبين جدا الصراحه. يعني طب قولي لي يا استاذه سيده، يعني فكره الامهات المصريات يمكن كلهم عندهم معاناه او كلهم عندهم قصص كفاح، يعني دايما الام عندنا هي العمود الفقري بتاع الاسره حقيقي. يعني ان انتوا ازاي بتنطقوا العنصر اللي تتم عمليه تكريمه في عيد الام، ان دي ام مثاليه؟ مثاليه دي كلمه كبيره قوي، كل الامهات بتتعب مع اولادها وكل الامهات بتربي اولادها، قليل قوي قوي لما نلاقي ام يعني ده مش الدور اللي هي بتقوم بيه. لكن فكره اختياركم انتوا وازاي بتتواصلوا اصلا كجمعيه مع الامهات في المناطق اللي ممكن يكون فيها بدرجه اكبر امهات بتوعي؟ هي من ضمن الامهات اللي هي عندها استعداد للتعلم، هي بتتعلم كل حاجه عندي. يعني محو الاميه ما تقولش انا كبيره خلاص مش هكمل تعليمي، لا قلت لها كملي محو الاميه، وسجلت اسمها في محو الاميه ان هي تخش تاخد المرحله الابتدائيه، هتمتحن ان شاء الله وهي معايا من المستوى الثاني. يعني المستوى الاول دول ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا خالص، وعندهم معاناه في القرايه والكتابه، اما هي مستوى ثاني وعندها استعداد. يعني ميس تديها حاجه تقول لها جدول 2 في 2 جدول 2، الاقي الحصه الجايه حصه 3 و4 معايا، اقول لها طب هي تديك 2 بس، تقول لي لا انا عايزه ابقى شاطره، انا عايزه اعلم عيالي، مش عايزه اخلي اولادي يجوا يقولوا لي ايه ده، اقول لهم مش عارفه اقرا، مش عارفه انت بتديني ايه. يعني هي كانت قبل ما تخش محلوميه بشويه كانت بتيجي الاولاد تقول لهم تعالوا وروني انتوا خدتوا ايه، يقولوا لها يا ماما انت مش بتعرفي تقري، تقول لهم اه بعرف، تعمل نفسها بتحاول تقرا عشان ما تحسهمش ان هي اقل تعليما. اولادها بتقول لهم خليكوا احسن مني، يعني هي دايما بتحط لهم القدوه، بصوا فلان بقى كويس ازاي، بصوا انتوا هتبقوا كويسين ازاي. تيجي تسالنا في اي مشاكل خاصه بالاولاد عملوها عشان تعدلها في البيت، اقول لها طب مثلا اكدي عليهم مثلا. هي الجمعيه بتتواصل مع الولاد برضو؟ احنا مناراتنا مناره تبقى مفتوحه من 5:30 يوميا لساعه 9:30 اخر النهار. طب ليه اخر النهار؟ علشان الاولاد بتبقى مرحلتين تعليميه، مرحله صباحا ومرحله مسائيه اللي هي مرحله بعد الظهر. فالاولاد عشان مرحله الصبح لو احنا فتحناها بعد الظهر هيكون بعد الظهر دول هيقول لك طب احنا عايزين نروح، فاحنا خليها اخر النهار يكون خلص مدرسته وخلص مذاكرته واجبه ويجي. فبنعمل لهم بقى الانشطه للاولاد يوميا، والامهات ليها مواعيد معينه. يعني احنا نفرق عن الجامعات التانيه ان احنا الام عندنا بيبقى ليها محاضراتها وليها حصصها وبيبقى ليها التزامها وليها كل حاجه خاصه بيها هي، يعني زي الاولاد ما بتفرقش. واثناء ما تخش المناره مفيش حاجه اسمها انا كبيره، ارجعي صغيره. انا عندي ام عندها 46 سنه تقول لي انا عندي 7 سنين، اقول لها لا انت عندك 6، تخش يعني تقول لي لا انا جاوب الاول، طب انا اقول، طب انا عيد. فدي من ضمن الامهات المثاليه عندي في المناره والمحترمين. وفي بعض الامهات تبتدي تستجيب ليكي في التعليم، يعني احنا حسب المنطقه اللي انت فيها. انا كفرع من الفروع منطقتي فيها نسبه عشوائيه شويه، بس الام عندنا بتبتدي تتعلم. يعني ممنوع تعاملي ابنك قدام الاولاد بالضرب، ممنوع تزعقي له، ممنوع ما تشجعهوش، ممنوع ممنوع ممنوع.
لدرجه في مره يعني اديتهم مثال عشان يحسوا باحساس الولد، قلت لها لو انا جيت ضربتك دلوقتي هتعملي ايه؟ تقول لي لا مش هقبل. قلت لها يبقى ازاي تقبلي ان ابنك يتضرب هو بيحترمك بس عشان انت مامته؟ رجعت بعد ما كانت هتعاقب الولد قالت له طب انا اسفه، طب انت عملت ايه النهارده يا حبيبي؟ طب رحت عملت ايه في المناره؟ طب جيت من المدرسه عملت ايه؟ نقطه التواصل ما بيننا وما بين الاولاد لازم تتواصل ما بين المناره والاسره والولد او البنت اللي معانا. احنا بناخد الاولاد من ثالثه ابتدائي لحد ثالثه اعدادي. طب اشمعنى المرحله دي اللي انتوا واخدينها؟ علشان خاطر المرحله اللي هي بيبتدي يستوعب التعليمات او الصح والغلط وتعديل سلوكه لحد مرحله المراهقه. وعدد الاسر اللي بتتبنوها في المناره الواحده قد ايه يا استاذه سيد؟ تختلف من مناره لمناره، انا منارتي 27 في مناره 30 35 اسره. المناره على مستوى الجمعيه كلها عندنا 1000 طالب يتيم وعندنا 645 ام مويده. تتراوح ما بين ارمله واسر فقيره، ان هي جوزها موجود بس العائل يعني مش هيقدر يكمل عشان ظروفه الصحيه او ظروفه النفسيه او كده. انت مش بتضم الاسره لو من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي بس، احنا بنضم بقيه الاسره كلها. يعني تجهيز العرايس عندنا بنحاول نوفره للعروسه نفسها، لان الاسره هتجهز عروستها ولا هتوفر اكل وشرب وتعليم ودينج كلها. بندي للاولاد بعض الدروس التقويه او متعسرين اللي هو بيبقى وصل لمرحله التعليم ثالثه او رابعه او سته ابتدائي وما بيعرفش يقرا ولا يكتب. بيديه المتخصص بيجي يعرفه ازاي يقرا الحروف صح ويشكلها وازاي يديها المتعسرين عندنا في فصول متعسرين. وعندنا فصول تقويه في جميع المواد عربي وانجليزي ورياضه وعلوم بيجي لغايه ثالثه اعدادي. دخلت ثالثه اعدادي. اولى ثانوي مش بناخدها اغلبيتها عشان بيكونوا كبروا، فنسبه التحرر بالنسبه لهم احنا نقعد مع اطفال صغيره احنا مش عايزين مرار قوي، بيكون متطوعين. بعد ثالثه اعدادي بيكون عندي متطوع بس مش اجباري، اختياري. هو بيجي متطوع، ايه العمل اللي بيقوم بيه بقى يا استاذ؟ بيعلم اولاد، الاولاد بيبقى جزء من تعليم الاولاد معانا. يعني احنا عندنا حاجه اسمها كشافه، كشافه اولاد وكشافه بنات. بيتعلم ازاي يعمل خيمه، انواع النار ايه هي، ازاي لما يكون في صحراء ياكل ايه وما ياكلش ايه، في اغاني كشفيه معينه يعملها. فبيجي بيكون متدرب، هو خد بقاله كام سنه معايا، 3 او 4 سنين. يجي مع الاطفال الصغيره يعرفهم مع المدرس بتاعه، بيقف معايا كده بيبقى زي المساعد بتاعه. وبياخدهم معاه معسكرات بره سواء حسب المنطقه بتاعه المعسكر. ده بالنسبه للاولاد. بيتعمل لهم انشطه تربويه، نشاط او مبادره تربويه اللي هي بياخد مسرح، بيتعلموا مسرح ايه هو المسرح وانواعه، وبيتعلموا ازاي يمثلوا، ازاي يقفوا قدام الكاميرا، وبيتعلموا ازاي يمثلوا مع بعض. المسرحيه دي ثانويه، المسرحيه دي لازم يكون ليها قيمه. السنه اللي فاتت كانت قيمه عن الحب والخير والسعاده وان انت ازاي تعاون الاخرين. وكان في مسرحيه تانية، احنا كان عندنا مسرحيتين السنه اللي فاتت، مسرحيه التاج، ازاي تجمعي القيم وتطلعي احلى حاجه في الناس اللي حواليكي. فالاولاد بتتعلم التعاون وتتعلم مع بعضها. عندنا حاجه اسمها موسيقى، يعني عندنا عيد الام بنعلمهم اغنيه عن عيد الام وهم يغنوها لامهاتهم في المناره. ان اقل حاجه ان انت بتقدم لها هديتها ورديه، الورده بتاعها بتقول لها، تقول لها كل سنه طيبه يا امي، بتغني لها الاغنيه دي. عندنا برضو موسيقى، وعندنا بعض الحالات، وعندنا كشافه ديت اساسي بالنسبه للاولاد، وعندنا النشاط الابداعي الفنون، ازاي من ورقه شجر بتعمل حاجه كويسه، ازاي من شويه حاجه عند ماما ازازه بايظه او مكسوره تعمل منها فانوس حلو. بس كل بقى حاجه عندنا في مدرب ليها، يعني الحاجات الابداعيه. ودول متطوعين بقى يا استاذ سيده؟ معظمهم متطوعين يعني او باجر بسيط، يعني مدرسين عندنا في متطوعين وفي باجر بسيط، يعني ما يكملش حصه من بره، يقول لك يعني هو بشكل رسمي كده بس اجر بسيط. بس بتاخدي ابناء الحي كمان احيانا معاكي، يعني مش شرط الاسره، الاسره بتقعد عندي حوالي سنه. يعني ايه سنه؟ انا باخد الاسره من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي. طب انا واحده عندي ابنها زي مثلا نعمات عندها ثانيه ابتدائي وعندها ثانيه اعدادي وسته ابتدائي، ثانيه اعدادي ده هيفضل معايا سنتين لحد يوصل ثالثه ويخرج، بس بقيه الاسره معايا. يعني بيكمل بقيه الاسره وهو معي. ممكن يشارك متطوع بقى. متطوع خلاص بقى معايا. هما بيحبوا يكونوا متطوع. انا عندي اولاد لحد دلوقتي جامعه ومتطوعين معايا. يعني بعد ما خرجوا من المناره وخلصوا بيجوا متطوعين. ويقولي لا احنا اهم حاجه عندنا مناره، المناره دي بيتنا التاني، يعني يمكن الاولاني. انا عندي بطه بنتها فاطمه ما بترضاش تمشي، يعني قعدت حي عليا بطه عشان خاطر روحت. تقول لي طب بيتيني معاكم. طب حبيبتي احنا مش من بعيد، احنا بنروح برضه. لا انا بحبكم جدا. فنوع التواصل ما بينك وما بين الاسر هو ده اللي بيفرق معاكي، وان انت بتقدمي حاجه للاولاد صح بطريقه صحيحه، يعني هتلاقي نفسك مبسوطه جدا. ده الشك بتاع الاولاد. اما الامهات فعندها محور اميه، حاجه اسمها فضفضه، بيكون مسؤول عنها، بقعد مع الامهات ونتكلم مع بعض في موضوع تربوي، بشوف مشاكلهم ايه، بناخد امثله من بعض زي العلاج الجماعي بالظبط.
وفي حاجه اسمها لقاء تربوي، دكتوره متخصصه في التربيه بتيجي كل اسبوع او اسبوع لا او محاضرتين لقاءين في الشهر، تديهم حاجات تربيه. ايه هي مرحله الطفوله، انواعها، خصائصها، مشاكلها، ازاي تتعاملي معاها، مرحله المراهقه، اي مشكله في النص برضو ازاي تتعاملي معاها باسلوب تربوي.